أحييكم من القدس. بالكاد تتنفس المنطقة الصعداء حتى تعود حلقات العنف من جديد لتقطع الأنفاس وتكدر الأجواء وتبدد اللحظات النادرة للاسترخاء. هذه المرة يطل الوجه القبيح وينفذ حقده من إحدى نوافذ الوطن الجريح ويعيث خرابا في المعهد الإكليريكي لبطريركية الروم الأرثوذكس على مقربة من هنا في القدس. وقبل ذلك بيوم واحد ليس إلا امتدت ألسنة الحقد لتطالم مسجدا في قرية الجعب غرب مدينة بيت لحم، واشتعلت النيران فيه مع ساعات الفجر الأولى في حادث ما يزال يتكرر بأشكال مختلفة منذ سنوات، وما يزال التحقيق جاريا بحسب رواية الشرطة. العبارات التي يخطها هؤلاء المتطرفون على وقع تدفيع الثمن أو خلاص صهيون أو الانتقام تشعل حلقات العنف من جديد وتستبيح حرمة المكان ولا يهمها الإنسان أيا كان. على صعيد آخر وبعيدا عن تلك الحلقات الساخنة، نشد رحالنا إلى معهد المانيفيكات للموسيقى لعلنا نرهف السمع قليلا ونحلق بأجنحتنا المتكسرة فوق السحب السوداء التي غدت تلامس الأرض المقدسة على ارتفاعات منخفضة جدا، ثم ننتقل إلى موقع آخر في رام الله لنسافر وإياكم أعزائنا المشاهدين في رحلة عبر التاريخ من جوف خربة يعتقد بأنها ضمت جثمان شهيد المسيحية الأول اسطفان. الآن أعزائنا المشاهدين إلى التفاصيل. الاعتداءان اللذان تعرض لهما المعهد الإكليريكي التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس وأحد المساجد في قرية الجعب على يد متطرفين يهود يؤكدان على تفاقم ظاهرة الكراهية في ظل غياب الأمن والعدل واستمرار حالة القهر والاضطهاد. إلى التفاصيل. أدان المركز المسيحي للإعلام المنبثق عن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة الاعتداء الذي تعرض له المعهد الإكليريكي التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، كما أدان المركز الاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في قرية الجعب المحاذية لمدينة بيت لحم. وكان قد توجه فريق من العاملين في المركز فور انتشار خبر اشتعال النيران في المعهد المذكور، وأجرى الحوارات التالية مع عدد من الطلاب الذين يقيمون هناك وأحد المعلمين الذي يدرس اللغة اليونانية القديمة في المعهد. نحن هنا 15 طالبا في المعهد، وينام فيه 7 طلاب بينهم طفل صغير. كنا نياما عندما سمعنا فجأة طرقا على الباب. لم نرى شيئا، لكننا شعرنا بأن هناك جحيما. ثم جاءت الشرطة ورجال الإطفاء. شعرت بالخوف لأنني كنت نائما. كان هذا الصباح صعبا للغاية. أنا حزين لما جرى في الأرض المقدسة حيث نعيش. هناك من يأتون إلى هنا ويكرهون يسوع ويقولون عنه أشياء سيئة. هذا محزن لأننا لا نقول شيئا عنهم. أنا معلم هنا وأدرس اللغة اليونانية القديمة. جئنا في الصباح وشاهدنا النيران، وكان قد جاء 2 وأضرما النار هنا بينما كان الأطفال ينامون في الغرف الأخرى، وكان سيتسبب ذلك في قتلهم. ثم جاءت الشرطة بعد اشتعال النيران. جميع الأطفال الذين ينامون هنا كانوا خائفين. الآن كل شيء على ما يرام، لكن كل شخص شعر بالخوف. أنا هنا للمرة الأولى ورأيت ما كتبوه ضد يسوع. حول ردود فعل كنيسة الروم الأرثوذكس التقى فريق العمل في المركز مع الأب عيسى مصلح. ما تم الاعتداء عليه هي مدرسة من أجل تربية أجيال، فتح قلوبهم وعقولهم نحو مستقبل باهر من أجل أن يحصلوا على الشهادة وأن يلتحقوا بالجامعات المحلية والدولية والأوروبية. ونحن بصدد أخذ قرارات مهمة جدا من أجل عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. في لقاء آخر مع الدكتور حنا عيسى رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية، طالب بتوفير حماية للشعب الفلسطيني واستصدار قرار من مجلس الأمن يفرض على إسرائيل وقف مثل هذه الأعمال. بكل تأكيد يعني هذه جريمة
أو جريمة حرب بالأحرى كما ورد في نظام روما لسنة 1998 الاعتداء على الأماكن المقدسة إن كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية. إنما تم اليوم في مدينة القدس المحتلة هي لدلالة واضحة بأن الإسرائيليين يريدون تحويل الصراع عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وكأنه صراع ديني بين اليهودية والإسلام، ونحن كمسيحيين وكجزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني نرفض ذلك جملة وتفصيلة. رابعا، هم يحاولون بطرق أو بأخرى من خلال جماعة ما يسمى بتدفيع الثمن، وهذه الجماعة نشأت في أوساط سنة 2008 وما زالت مستمرة بحرق الكنائس والمساجد، حيث عام 2014 تم الاعتداء على 86 كنيسة ومسجد ومقبرة. الجهة الأخرى التي نطالب فيها هي الحماية الدولية من قبل هيئة الأمم المتحدة لحماية هذه الأماكن عن طريق منظمة اليونسكو. مع بدء رحلة الصوم المباركة نحو الفصح المجيد، من المهم أن نعيش حالة من التأمل العميق بصدق وشفافية، ونتجاوز ذواتنا ورغباتنا ونتماهى مع الله والآخر، ليكون لرسالة الصوم مغزى ودلالة في الأرض والسماء. بمناسبة الزمن الأربعيني، تحدث الأسقف المساعد والنائب البطريركي لللاتين في القدس وفلسطين المطران وليام شوملي عن رسالة الصوم الكبيرة والغاية المرتجاة منها استعداداً لاستقبال الفصح المجيد، وفي رده على سؤال حول الغاية من الصوم قال: زمن الصوم هو من الأزمنة الكبرى والرئيسية في الكنيسة، والهدف الأول من الصوم هو المصالحة مع الله، المصالحة مع القريب، والمصالحة مع الذات. أما الانقطاع عن الطعام أو التقليل من كميات الطعام فهو الوسيلة، ومع الأسف كثير من المؤمنين لا يميزون بين الوسيلة والهدف، ويعتبرون الوسيلة هدفا والهدف وسيلة، وهذا لا يجوز. يريد كل مسيحي، كل مؤمن في زمن الصوم يقوم بمسيرة رجوع إلى الله، ويستخدم الصوم الجسدي كوسيلة لذلك. نجد ركائز الصوم على لسان السيد المسيح نفسه، وما أروع أن نجد الجواب من الكتاب. يسوع استعمل 3 كلمات تلخص معاني وركائز الصوم، وبالصدفة بتبدأ بحرف الصاد لتسهيل حفظها. يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن الصوم، ويتكلم عن الصدقة، والثلاثة تسير معا. يسوع علمنا أن نصلي أبانا الذي في السماوات، علمنا أن نخاطب الله كأب لنا، علمنا أن نتصرف كأبناء معه في الصلاة. الصلاة هي كلمات تخرج من القلب لتصل إلى قلب الله. هدف الصوم أيضا إعطاء قوة لصلاتنا. من يصلي ويصوم هو أقوى ممن يصلي فقط. يسوع مرة قال: هذا نوع من الشياطين لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. إذن الصوم هو تقوية وتعزيز للصلاة. أفضل فترة للتفكير بالفقراء والمساكين والمحتاجين هو فترة الصوم فعلا. فأنا أشجع كل المسيحيين أن يوفروا مقابل صومهم أو ثمر صومهم لكي يعطوا للفقراء وللأعمال الخيرية في كنائسهم ورعاياهم وأبرشياتهم. وفي حديث مطول حول ركائز الصيام التي يجب أن تستند إليها مسيرة الزمن الأربعيني، أكد شوملي على أهمية فهمها وضرورة الجمع بين عناصرها التي لا ينفصل أي منها عن الآخر. إنها مسيرة العودة إلى الله والذات والآخر لتطهير النفوس وتألقها في هذه الرحلة الاستثنائية. التوبة هي التغيير، التغير. إحنا كيف الطبيعة تتغير؟ بعد الشتاء يوجد ربيع. الصوم هو فعلا تجدد الإنسان، ينتقل من شتاء الخطيئة إلى ربيع الحياة مع الله، فهذا التجدد هو التوبة. ذخائر القديسين هي جزء من تاريخهم الحافل بالقداسة، وذخيرة القديسة تريزا الأفيلية أصبح يرمز لها بالعصا التي حملتها في حلها وترحالها. وهذه الأيام بعد مرور 500 سنة على ميلادها تصل هذه العصا إلى الأرض المقدسة قادمة من لبنان، لتذكرنا بأن مسيرة الخير والإيمان
جزء لا يتجزأ من الحياة على الأرض. تحتفل الكنيسة والرهبنة الكرملية بمناسبة المئوية الخامسة للقديسة تيريزا الأفيلية التي ولدت في إسبانيا. وبهذه المناسبة أحضرت العصا التي حملتها القديسة من لبنان مباشرة إلى الأرض المقدسة، وتجولت في عدد من الكنائس والأديرة التابعة للرهبانية الكرملية، ومن بينها دير الراهبات الحبيسات الكرمليات في حيفا. نعم كبيرة أنه نستقبل هالعصا بمناسبة المئوية الخامسة لولادة القديسة تيريزا الأفيلية. خلقت سنة 1515، ونحن اليوم 2015 منعيد المئوية الخامسة. فوحدة من النشاطات اللي فكروا فيها بهذه المئوية مجموعة من العلمانيين مع الكاهن المسؤول أنه ينقلوا عصا القديسة تيريزا، فهو شيء رمزي تتنقل بفترة 6 أشهر، بديت من 15/10 تشرين الأول بتجوال على عدة بلدان بالعالم. بدها تزور 30 بلد، زارت لبنان والأراضي المقدسة اليوم، بعدين رح تروح على تشيكيا. كانت تيريزا بعمر 18 عندما قررت الدخول إلى دير التجسد الكرملي في مدينة أفيلا، عازمة على العيش لله وحده. وفي مطلع عام 1554 قرأت تيريزا عنوانا بكتاب اعترافات للقديس أغسطينوس، وهو كتاب يزخر بمحبة الله ويمتلئ بالندامة. فانفتحت عيناها على الأسرار العليا، وبدأت تحيا حياة الصلاة والإماتة حبا في الله. هي نعمة كبيرة أكيد، سموا هالمسيرة مسيرة النور أو طريق النور، هاللي بده يرمز لحياة الإنسان، هاللي هي مسيرة، هاللي هي عمليا طريق، وحتى إذا بدنا نروح لأبعد رسالة. وكانت رسالتها كتير مهمة للقديسة تيريزا. اليوم هي معلمة بالكنيسة، منعرف من أولى الراهبات يلي معلمات بالكنيسة. فحياتها لمعت بالقارات الخمسة، ومشان هيك عم ببرموها على بلدان من القارات الخمسة حتى يقدروا يجمعوا ما بين هالقارات بهالروحانية يلي هي روحانية القديسة تيريزا الأفيلية. دير الراهبات الكرمليات الحبيسات على جبل الكرمل يضم 20 راهبة من مختلف أنحاء العالم، وهن يعيشن حياة التعبد والصلاة الدائمة. نحن نحاول أن نعيش جاذبية القديسة تيريزا، بحيث نمنح كل حياتنا للصلاة والكنيسة، وعندما نكون في الأرض المقدسة نشعر بأننا نعيش حقا في قلب الكنيسة، حيث ولدت الكنيسة، وحيث يستوحي منها جميع المسيحيين إلهامهم في الإيمان. إنه حقا لحافز كبير لكي نعيش رسالتنا الكرملية هنا. للموسيقى لغة يتحدثها الجميع ويفهمها الصغير والكبير، وهي لا تحتاج إلى جواز مرور لأنها تتجاوز الحدود ولا تعترف إلا بالجسور، جسور الغبطة والفرح، وجسور الاتصال والتواصل والتوحد في اللغة الواحدة والتحليق بأجنحة متألقة. هاكم التفاصيل. إنه شعور عظيم بالغبطة، لكن الفرح الأعظم ليس برؤية من يثمنون عاليا العمل الذي نقوم به فحسب، بل لأنهم يتذكرون الأشياء التي تعلموها وما تزال قائمة. فالإنجاز ليس شخصيا، بل يخص الحراسة كلها لأنها تبنت هذا المشروع الذي بادرت إليه بانفعال شديد. حفلتان موسيقيتان في موقعين مميزين مثل القدس وبيت لحم تربط بينهما علاقة مميزة، مثل العلاقة التي تربط منطقة ليماركي وسط إيطاليا بالأرض المقدسة. عمل على بناء هذه العلاقة الأب أرماندو بيروتشيا فرانسيسكاني، الذي كان عازف أورج بكنيسة القيامة وأسس معهد المانيفيكات للموسيقى في القدس. وقادت هذه العلاقة الجوقة الإيطالية غاسبارو سبونتيني إلى الاشتراك مع جوقة حراسة الأرض المقدسة لإقامة عرضين موسيقيين يومي 24 و25 من شباط الماضي. جاءت المبادرة بناء على مشروع ميلادي بعنوان عروض من أجل السلام، فنحن الإيطاليين نؤمن أن معهد المانيفيكات أعجوبة فريدة في العالم.
كتير كتير حلو إنه يكون شوقتين مع بعض، شوقة إيطالية مع شوقة المانيفيكات، مش أول مرة بنكون شوقتين مع بعض، وكتير إنه حلو كمان فنيا، وكمان إنه نتواصل مع بعض نتعرف على بعض، ويكون فخر لإلنا إنه نغني مع شوقة تانية كمان. منذ حوالي 10 سنوات وهذه المجموعة تعمل على مساعدة المانيفيكات، وقامت بتمويل مشاريع مختلفة، وهي تدعم برنامج تعليم الكمان وتشيلو. ساعدتنا منطقة ليماركي أيضا في ترميم مركز المانيفيكات الجديد، لقد أرسلوا إلينا مساهمات عديدة. تخلل برنامج الحفل مقطوعة ألفها لاب أرماندو بيروتشي وأعمال للموسيقار جاسبارو سبونتيني، بالإضافة لمقطوعة للفنان الشهير لافيا بيلا وترنيمة خبز الملائكة. قام بأداء الباريتون جان بيرو روجيري وعازف البوق ماركو لورنزيتي. لقد كانت تجربة رائعة، لأن بعض اللغات المستخدمة في الترانيم جديدة علينا وبعضها جديد عليهم أيضا، أي جوقة المانيفيكات. كانت الترانيم باللاتينية والعربية والإيطالية، وهذا مزيج من الألفاظ أثر الجانب الموسيقي لهذه الأمسية. مثل هذا الحدث بطريقة ما تحية من الأرض المقدسة إلى الأب أرماندو وانتقال الشعلة إلى المدير الجديد. هي شعلة ثابتة أحملها الآن، وسأبذل جهدي لمواصلة هذا العمل الرائع الذي قدم ثمارا كثيرة. سنبحث عن أفضل السبل حتى يتواصل العطاء لتغذية الناس، وحتى تتواصل الموسيقى والبنفيكات ليكونا مصدر إلهام للكثيرين. وإلى تقريرنا الأخير، التاريخ أيضا يصر على اقتحام الحاضر والمستقبل، فهو يظهر أحيانا على شكل اكتشافات أثرية من خلف الأزمنة الغابرة، ليؤكد أن لوجوده مغزى في الحياة. إليكم التفاصيل. على مقربة من مدينة رام الله في منطقة الطيرة، حيث شهدت المدينة اكتشافا أثريا مهما، كان لنا لقاء خاص مع دكتور صلاح ودلية من المعهد العالي للأثار في جامعة القدس، التي يعود لها الفضل في هذا الاكتشاف الأثري الذي يضم عددا من المقابر الرومانية والبيزنطية ومعصرة للزيتون وأخرى للنبيذ وكنيسة قديمة. في هذه الكنيسة عثر على نقش حوالي 88 سنتيمتر بارتفاع تقريبا متر، مكون من 8 خطوط، وهو مكتوب باللغة الإغريقية، يشير إلى أن جثمان القديس ستيفانوس قد دفن في هذا المكان. هذا المكان معروف أيضا باسم خربة الطيرة أو خربة غملة، وغملة نسبة إلى غملائيل، وهو المرشد الروحي إلى القديس ستيفانوس. في إطار التعاون ما بين كنيسة الروم الأرثوذكس التي تعود ملكية الأرض لها وجامعة القدس التي قام معهد الآثار فيها بأعمال التنقيب والصيانة والترميم، تواصلت جهود الأطراف المعنية بالمكان لجعله متنزها أثريا يرتده الجميع. التعاون ما بين جامعة القدس وكنيسة الروم الأرثوذكس، لأن هذا المكان من ملكية الروم الأرثوذكس، والذي يبلغ أكثر من 6000 متر مربع، بمعنى حوالي 6 دونمات. وقبل أن نبدأ بالموسم التنقيب الأول الذي بدأنا فيه في عام 2013، كان هنالك اتفاق ما بين الجامعة والكنيسة على هذا الأمر، والهدف الأساس والأكبر من هذا المشروع هو نشر الوعي بأهمية التراث الثقافي الفلسطيني لجموع الفلسطينيين. هنالك أرضيات فسيفسائية كبيرة تم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، وتم ترميمها بالكامل، وحفاظا عليها تم تغطيتها حتى نمنع أي احتمالية لدمار ينشأ عنها، إما من عوامل طبيعية أو عوامل بشرية. لأن فلسطين تتميز بثرائها الثقافي وتحتضن الكثير من كنوز الحضارات القديمة التي تعود إلى الفترات الرومانية والبيزنطية والأموية، فإن الحفاظ عليها يصبح مهمة ضرورية تليق بهذا الاكتشاف الأثري، خصوصا وأن معظم أثارنا أصبحت خارج سيطرتنا منذ زمن طويل. وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أحلى تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.
نحن هنا لنروي لكم عن الأرض المقدسة، لرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الكنيسة الأم في القدس والمسيحيين المحليين والأماكن المقدسة. نحن هنا لنروي الكثير من القصص المنسية عن الجهود اليومية والشجاعة والإيمان. نحن هنا لتعزيز الأمل في أرض الله، لدعم أولئك الذين يمنحون فرصة لإعلاء الصوت الثابتين في الأرض المقدسة.